قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة الزوجة الصالحة يحكى أنه كان في زمن بعيد بيت متواضع الحال يعيش فيه زوج مع زوجته كان الزوجان يعيشان معا حياة فقيرة تخلو من مطرفات الحياة ومظاهر النعيم إذ كانت متواضعة للغاية ولكن الزوجة لم تشتكي يوما بل ظلت تحمد الله جل علاه على قضائه وفي يوم من الأيام ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها حتى تقضي معهم اليوم إلى أن يعود زوجها من عمله الذي يستغرق وقتا طويلا انتهى اليوم وقد رجعت الزوجة إلى بيتها وفي صباح اليوم التالي أرسل والد الزوجة إلى زوج ابنته بأنه يريده أن يذهب إليه في الحال تعجب الزوج من ذلك الأمر ولكنه ذهب على كل حال طرق الزوج باب والد زوجته واستفسر عن الأمر فما وجد من والد زوجته إلا أنه يخبره بغضب قليل أن يكف بعض الشيء عن جلب الطعام من لحوم وأسماك وفاكهة إلى ابنته وأن يأتي إليها بأطعمة عادية كالفول والجبن إلى غير ذلك تعجب الزوج كثيرا ولم يعرف إن كان يجب أن يرد على والد زوجته أم لا وإن أجابه فماذا يجب أن يقول وأمام كل ذلك لم يجد الزوج من الأمر إلا أن يصمت ويستمع إلى كلام والد زوجته وبعد أن انتهى حديث الأب استأذن منه الزوج ثم ذهب إلى بيته مسرعا والتفكير لم يكف عنه أبدا إذ كيف للأب أن يقول مثل ذلك الكلام والرجل لا يأتي إلى زوجته إلا بأنواع متواضعة جدا من الطعام حتى اللحوم والفاكهة فلم تدخل إلى بيتها طيل بضعة شهور سابقة فكيف ذلك؟ أخذ يفكر إن كان الأب يستنكر عليه ذلك مثلا بطريقته ظل الرجل منشغلا بالأمر حتى عاد إلى بيته ونادى على زوجته فسألها عن الأمر وأخبرها بما حدثه به والدها فنظرت الزوجة إلى زوجها بحياء ولطف ثم أخبرته بأنها كلما ذهبت إلى بيت أهلها كانوا يقدمون إليها أنواعا وألوانا وأشكالا من أفخم وأروع الطعام والفاكهة إلا أن الزوجة على الرغم من ذلك كانت تعترض عنه ولم تقبل أن تتناول منه شيئا وكانوا إذا سألوها عن السبب تخبرهم بأنها قد ملت تلك الأصناف كلها لأن زوجها لا يكف عن جلبها لها لدرجة أنها تشتهي الأطعمة العادية المتواضعة مثل الفول والجبن إلا أن زوجها لا يكف عن جلب تلك الأطعمة الفخمة دائما إلى بيتهما فنعم الزوجة الصالحة والحديث عن الزوجة الصالحة ليس حديثا عن قيود تكبل المرأة ولا عن واجبات مفروضة إنما الحديث عن المرأة التي عرفت مكانتها ودورها المؤثر في بناء الأسرة المؤمنة والجيل الصالح فيدها في البيت يد عطاء ومكانتها مكانة المسؤول قائمة بما تمليه عليها فطرتها فقد قال تعالى في كتابه العزيز وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن الزوج والبيت
الذي يكرمه الله تعالى بامرأة تحمل هذه الصفات لا شك أنه سيكون أسعد البيوت وأنجحها. فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والذي شرع سنة الزواج للرجال والنساء لم يترك الناس حيارى أمام هذا السؤال، فقد بين لنا أكثر الطرق الموصلة إلى هذا المطلب. فقال في الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك أي استغنيت إن فعلت. وعن صفات الزوجة الصالحة، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق النظرة المجتمعية التي تنكح المرأة لأجلها، ثم أعقب ذلك بأن الفلاح والسعادة للزوج والأسرة التي يسعى لتكوينها يكون مع الزوجة التي صلح دينها فالتزمت به حتى ظهر في سلوكها وانعكست آثاره على حسن تعاملها في القيام بشؤون زوجها وأسرتها. ونذكر ثلاثة من أهم هذه الصفات. وأول هذه الصفات هي طاعة الزوج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. وثاني هذه الصفات هو إدخال السرور على الزوج وأهل البيت، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأكد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الغرض حين سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. وثالث هذه الصفات هي حفظ بيتها ونفسها، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا بد من تذكير الأزواج بتقوى الله ومراقبته في حسن المعاملة لزوجاتهم، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا.